يضحكون عام تحدي توأم بس خلط السلايمات اللي هو Twin Telepathy of Slime Challenge. فهلا قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب كومنت شير اشعارات يلا نبلش. احنا حابين نشكركم عشان وصلتونا ل 4 مليون مشترك يعني نجم ونجمة، فكتير كتير بنشكركم على هذا الدعم وان شاء الله نوصل اكثر. فهلا خلينا نبلش بالفيديو. وفكرة الفيديو هي حيكون عندنا قدام كمية من السلايمات 2 3 3 4 4 ما نعرف، واحنا كل وحدة فينا واحد منا اللي هو حيبلش حاجة ولا مقصمرة واحدة حيختار بواحد والتاني بده يفكر شو اختار، يعني انت بدك تختار اللي بدك اياه اللي بدوره وبعدين التاني بده يقلب يحاول وبعدين لما نخلص كل الجولات حنخلص كلهم مع بعض نشوف شو بيطلع اللون معنا. حختار اللون تبقى ما حختار. وهلا حنبلش من حجرة ورقة مقص. حجرة ورقة مقص شو هاي؟ هاي ولا ايش؟ لا ما ما خص ما خصني. حجرة ورقة مقص. حجرة ورقة مقص صح هيك كوزن. اوكي انت حتقول شيء. اوكي. هلا الجولة الأولى وجابوا لنا سلايم شفاف الجلتر وجابوا لنا هذا اللي كثير حلو لمسته مبين لمسته حلوة. هو دوري انت اختار. شو هذا الحظ يعني؟ شو اللي اختار هسه؟ هذا ان شاء الله ما يكون حلو يا رب. بليز ما يكون حلو. شو اسوي؟ شو اسوي؟ شو اسوي؟ قولوا طب اختار. انا ما راح احط كل سلايم، حاخذ نص ما اختار. شو اخترتي؟ احكي لهم. اوكي فانا اخترت هذا. انا هلا صار دوري وانا حختار هاد لاني انا لا بدي اختار هذا كمان. انا بختار الاحلى هو الارقى والاجمل. طيب انا حختار هذا. انا هيك حاسة لا بدي هذا خلاص. هذا بابا والله خلاص اخترت واحد اثنين ثلاث ويت عن جد طلعتي؟ ايش هو؟ طلعت خلص انا هذا. نو بس اصلا انا بدي هذا عشان ما هذا كثير حلو حرام. هذا الجولة كل الجولات كلها راح تكون سلايمات جاهزة، احنا بدنا نضل نخلط ونخلط، كل ما يجي سلايم نحطه فوق الثاني ونخلط. فهلا انا اخترت هذا وانا اخترت هذا. هذا هو السلايم انا اخترته، هون في جلتر ما بدي انزله كله لانه انا ما راح احطه كله، شكله كثير حلو. شوفوا اسمع صوت. وحتى لونه بجنن. انا هو هذا السلايم اللي اخترته اللي بيكون من تحت على الجلتر خفيف. شوفوا واحدة شوفوا شوفوا شوف بدي انزل كل كوكو مارجي اورجيكم اياه كله، حاورجي انزله لانه في من تحت لون غير. لون هذا دواعي نو اوكي انزلي انزلي. هذا هو السلايم اللي انا اخترته، اخترت شفاف لانه بعدين فيني احط اي لون بدي، فبعرف انه شو بدي اللون اللي بدي اياه عشان ما يخرب السلايم. وانتم بالاخر حتحكوا اي لون سلايم ما حبيته اكثر. انا اخذت شوي عشان انا قلت لي اخذته بس عادي. يلا هذا طلع لي لونين فانا بعدين خلصته صار هيك اللون. هلا صار دوري وجولة الثانية وانا حختار اول وانا ما اعرف شو اختار. انا خلصت بس انا ما اعرف شو اختار. I'm so scared. انا ما خلصتي؟ انا ما بيجي لي كنت بسرعة عشان اوري ان بزول السلايمات مو نفس الاشي. بس اذا هذا اخترته اذا هاد هاد 1 2 3 يا انا لانه هيك بطلع كثير حلو. انا بالبق اكثر وانا بالبق شو. هذا هو السلايم اللي انا اخترته نفس الشيء انا وريان. شوفوا اللي جايز كيف حيطلع برا. طيب والله عامل لك ملاحظ. او ماي جاد كثير حلو. والخير اشيل هاي القطعه رح تبلش مقطع الجلتر. الجلتر كثير قوي. شوف شوف اخذ مش المقطع اللي كثير ما راح اخذ المقطع المقطع اللي فيه كثير جلتر عشان بعدين ما يصير جلتر سلايم. انا بس اخذ المقطع هذا. فقلت انا ما بحب احط كل سلايم عشان بعدين يصير صلبين بعدين بخربوا على الفاضي. فهلا انا جبت شوي الكلير من اول جوله وجبت الجولد من ثاني جوله. وهلا خلينا نشوف شو تكون الجوله الثالثه. انا ما حختم هلا حوزعهم هيك وباخر شيء ما خلصهم بس انا هون اسوي ميكسينج.
خلينا نسأل جولتها. اوكي احنا الجولة اللي بعدها والاصعب جولة بالنسبة لي. ها ها. اول شيء اقول لكم سلايمي الجولد اللي ما شاء الله يعني. شوفوا معي انها جولدن كلير. انا اخترت دور رمان. وانا اخترت 1 2 3 سجل سمكة بصلاتي. دو ات. واحد جاهزة 1 2 3. أنا بس أنا هذا كله مش هيمني. Oh my god. لبس مش خيالي. بجنن. الحين نزلوا. هحط كله كالعادة. بينك صار لهم كومنت على برنامج. هلا صار دوري. اول شيء عندنا هذا الكريستال الجليتر فيه بيربل جليتر هو بينك الهوت بينك. وهون عندنا كمان كريستال هيك وجرين يعني اخضر. اخترتي رمان؟ وانا اخترت يعني ما راح يبقى هذا سو اي تشوزينج عادي بشوف انا. This one. I guess أو بتوقع اختار هذا. إيوه. سيد العب. ها. أوكي. Yeah. أنا الجرين عشان كله بينك 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 يعني خلاص حرام. Guys لونه هيك غامق وكتير كتير كيوت وحتوقع حلو مع هذا وهذا و this one وهذا كمان. أوكي هلا نسوي دونات بس خلينا هلا ننزل هاي اللون الثاني كان حيك الثاني عجين الثاني. ريان اخترت الجرين وان. بعرف وليش ما بعرف؟ عشان كله فين تبعي صار بيجي وما حيفرق ما حيفرق ما حصل. هلا الجولة الأخيرة اللي هي الخامسة صار ريان يختار. 1 2 3. اوه جيرل يعني خسرتها بعد انا هيك عادي اغير؟ لا ما في. اوكي يلا ننزله ازرق. فهلا بعد ما خلصنا كل الجولات هلا رح نورجيكم اياهم. بس انا هلا رح اخلط لكم. فاول شيء عندي الزهري وعندي الكلير وعندي هذا زي الاخضر والازرق وعندي هذا زي البرتقالي على البيتشي وعندي هذا الاصفر على الجولد. فاول شيء رح اخلطهم مع بعض كلهم. انا ما خلطتهم ببدايه الفيديو لهلا بما انا اخلطهم رح اورجيكم تبعي لانه اكيد ما احنا استنى تخلط واحد واحد. ف لا مثل البانكيك بسويه كثير حلو. بتوقع جولد تبعي ورمان بينك. فهلا انا بعد ما سو خلطتهم راح اسوي يونيكورن بوب. يونيكورن بوب بحب هالكلمة. فانا حتى تبعي وتبعي اكون رمان لانه رمان بتحب الاشياء الصغيرة فعملت قطع صغار وخلطتهم. بس انا خلطتهم بالتدريج فهذا هو سلايمي كثير كبير. خلينا نوريهم يحكوا مين احلى. اي سلايم حبيته اكثر؟ هذا سلايم ولا هذا سلايم؟ بتقولوا مين سلايم طلع احلى ومين اختار الالوان وتناسبهم مع بعض؟ يا اما سلايمي او سلايم ريان. احكوا لنا تحت بالكومنتس مين احلى. وهذا كيف فيديو اليوم. اذا حبيتوا لا تنسوا اللايك والسبسكرايب كومنت شير اشعارات باي.